السلام عليكم. اليوم عندي روطاجين ديال السردين، حيت ليه الجلدة، حيت ليه السنسول هكذا. غادي نرقدو في الفلفلة حلوة، فلفلة حارة، بزار، شوية سكينجبير، قزبر والكامون، نرقدو فيه وندير ليه شوية تومة والقزبر والمعدنوس، ونخليه تقريبا شي ربع ساعة. والآن غنزيد شوية الحامض لهاد الشرمول، هاد الشرمول اللي غنرقد فيها السردين هكا قطرات، نبدا نرقد، نبدا ندير هكذا بحال كنديرو الشركة، حنا ما ندوزوها شوية هكذا، ندوزو عليه شوية ومن بعد غادي نلوي، من بعد نلوي هكذا، غنحطو من بعد غنلوي هكذا هكذا، نلوي هكذا هكذا شوية، ومن بعد نلوي هكذا هكذا، نخليه في الإقامة ديالو قبل ما نردو على الطاجين، نديرو في الطاجين ونخليه ربع ساعة، عاد نديرو في الطاجين هكذا هكذا ونكمل نكمل هكذا هكذا. السرديل ديالنا ترقد ربع ساعة، دابا غادي نصبوه في الطاجين. درت البصله في الطاجين، غادي ندير عليها دابا خيزو، وباش غنخضر، لان خيزو ما كيطيبش، ما كيطيبش اللي درناه الفوق، اذا غادي نستفوه نديروه في الاسفل هنا تحت ديال السردين هكذا. ثم غادي نستف في السردين ديالي هكذا، ندورو هكا على ندورو في الطاجين هكا، درت الطبقة الأولى، غندير عليها طرونش ديال مطيشة، عاد نكمل الطبقة الأخرى ديال ما تبقى من السردين هكذا فوق منه. حتى نكمل السردين كامل غادي ندير المطيشة اللي بقات هكذا، ضفت الماء، ضفت الماء لهاد الإقامة اللي كانت بقات، ودرت شوية الملحة لأن أصلا السردين راه مالح، وغنكبو هكا من الجوانب هكذا، من الجوانب هكذا هكذا، الزيت مدرداش. كاين اللي كيحرق الزيت في الاول، انا بلا ما نحرق الزيت ديرو دابا هاك، ديرو من الفوق، جات شي نص كاس صافي، ما غنمرقش، ما غنمرق دابا، ما غنمرقش لان البصله غتطلق الماء وما عطيش غتطلق الماء، حتى السردين غيطلق الماء،
حتى نشوف الا كان محتاج ما نزيد شويه. عاد لا الفلفله، لا الفلفله نقدروا نديروا شي جوج، لا الفلفله نقدروا نديروا جوج. ها هي فين هي من الفوق، والحامض، الحامض نسيتو الحامض نسيتو، نقدر نقطعو هكذا. نخدي هكذا طرونشيت من الاحسن، هكذا هكذا الحامض. الحامض اصلا راه كيملح، داكشي علاش ما ملحتش انا بزاف. هكذا هكذا صافي، وغادي نسد عليه وعاد غنشعل عليه. نشعل عليه الطاجين لابد ما دار من تحت منه هاد الحديده، هاد الحديده، ويكون العافيه مهيله. والان نلتقي لما نشوف واش خصو الماء اولا لا. هذا هو الطاجين ديالنا، غادي دابا كنزيدو واحد النسمه، هذه كوري، كوري فيها قرنفل، فيها سكينجبير، فيها قرفه، فيها خرقوم عود، فيها حبوب موطارد، المهم فيها بزاف النسمات. كندير لها شويه هكذا، ها شويه هكذا شويه هكذا، كتجي غزاله، كتجي غزاله، كتجي غزاله. غندير دابا زيت العود، ملي يطيب غندير شويه زيت العود بلا ما تزيدي الماء. ها هو البلول. اذا الان غنزيدو، نزيدو شويه زيت العود. شويه قطرات ديال زيت العود في الاخر، واش هي طيبه. Mm-hmm.